جينا للصالون التجاره والخدمه الالكترونيه هذا وين ديكوفرينا فيه شحال من خدمات اللي راح تفيدنا وتفيد المجتمع الصاعد هذا. استفدنا بزاف ومازلنا رانا نزيدو نستفادو. حنا جينا من ولايه اخرى باش نشوفوا كيف لي سيرفيس كيف نستخدم كيف واسمو وين لقينا افاده كبيره واستفدنا بزاف وشفنا حوايج جدد ومازال نزيدو نسقسي ونشوفوا استشارات نشوفوا المؤسسات لهنا كيف طريقه العمل تاعها كيف نسي ونعمليوري حتى مام حنا تما الهدف تاعنا اننا ناسسوا مؤسسات كيما هذو تما جينا نهزوا ونشوفوا هكذا كيف وصلوا للدرجه هذه تاع باش يكونوا مؤسسات هذه هي تما توا في الدقضه والغاشي حاب يعرف وحاب يتعلم وحاب يشوف تما هذا صافي بليزير وهذه خطوه كبيره قاموا بها تما سيرتو تشوف شبان صغار هكذا عندهم معدل الاراده هكذا باش يعرفوا ويشوفوا تما صافي بليزير والله الحمد لله خل من هذه هي العفو ميرسي. السلام عليكم، جينا اليوم المعرض هذا تاع اي كوميرس بون حابين نشوفوا واش راهو يدور في الاي كوميرس تاع الجزائر باسكو رانا شايفين واش كاين هكذا في الاي كوميرس تاع الموندونتي مي حابين نشوفوا واش كاين اكزاكتومون في الكرياتيفيتي تاع لي زالجيريان بريسيزامون وبون كاينين حوايج هكذا رانا نشوفوا فيهم كرياتيف وكاين حوايج رانا نشوفوا فيهم كيما نقولوا صراو من قبل مي سافا راهو كاين تطور في الاي كوميرس هنايا في الجزائر والحمد لله راهو والشباب ما تخافش الشباب ما تخافش ان شاء الله فيها خير. وراك ساتيسفي بيان سير كاين دي زيكسبوزيسيون اللي انسبيرينا منهم باسكو حنا ديجا رانا في الدومين تاع الاي كوميرس رانا دي ديبيتون كيما نقولوا ماناش دي بروفيسيونيل مي رانا ننسبيريو على الناس اللي راهم ديبيتون مي راهم يخدموا الله يبارك في خدمه دي توب وما نخافوش على الاي كوميرس في الجزائر راهو مليح. شكرا.